نختم جولتنا على مختلفات من أعمدة الرأي والمقالات بشفافية للكاتب حيدر المكاش في بالصفحة الأخيرة من الجريدة بعنوان التعويم، يا غرك يا جيت حازمة. يبتدر المكاش في زاويته بالقول: ولما استمعت لقرار تعويم الجنيه السوداني الذي تبادل في إزاعته والتبرير له كل من وزير المالية جبريل إبراهيم ومدير البنك المركزي الفاتح زين العابدين، قفزت إلى ذهني مباشرة أغنية وردي الشهيرة القمر بوبا، والتي صاغها بلهجة شيقية قحة الشاعر إسماعيل حسن. ويقول إسماعيل حسن في إحدى مقاطع الأغنية التي يصف فيها معركته المصيرية للظفر بمحبوبته، ويصور ساحة النزال بأنها تدور في بحر متلاطم الأمواج، ويقول: الجزيرة ينبحر حما فيها روحي وقلبي، أنما ما بسيب أنا ينبقى في السماء، ما بخلي الناس تظلم روحي في دربك سالمة، يا غرك يا جيت حازمة. ويقول المكاشفي: منذ ظهور هذه الأغنية وتسيدها للساحة الفنية، تواضع أهل السودان على استخدام عبارة يا غرك يا جيت حازمة، حيث نالت شيوعا كبيرا، ظل الناس يستدعونها للدلالة على مواقف معينة، وعبارة يا غرك يا جيت حازمة تقال كناية عن المجازفة في فعل شيء أو محاولة عمل شيء معين. ويستمر الكاتب ويقول: لقد كان إعلان تعويم الجنيه مباغتا ومفاجئا وصادما للناس، ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه ما تقدمه الحكومة من احترازات قبل الإعلان الرسمي للتعويم، فوجئوا بإعلان التعويم قبل أن تحيطهم الحكومة علما بما أعدته من ترتيبات للتخفيف على الأقل من الآثار الجانبية القاسية للقرار. ويقول المكاشفي: كان مجلس الشركاء عند تداوله حول التعويم في آخر اجتماعاته قد كلف رئيس الوزراء ووزير المالية بتقديم رؤية حول الإجراءات الاحترازية التي يجب إقرارها قبل التعويم، غير أن ما حدث كان هو إعلان التعويم قبل تقديم هذه الرؤية وإجازتها بواسطة مجلس الشركاء وإعلانها للرأي العام. يختم الكاتب زاويته بالقول: لا يعلم الرأي العام حتى اللحظة من عن أي ترتيبات للحكومة لامتصاص صدمة القرار، سوى كلام معمم وتطمينات مرسلة من وزير المالية تثير من القلق والانزعاج أكثر مما تطمئن. وهذا ما جعل بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين يعدون قرار التعويم بأنه قفزة في الظلام، ويقول عنه البعض الآخر أنه جاء على طريقة يا غرك يا جيت حازمة كما غنى وردي.